سنة سعيدة، كيف القعيدة؟ هاد الجملة غير ولفنا نقولوها من العام لعام، وحنا عارفين أن كل عام تيدوز بحال اللي قبل منه. هكذا تنغدو مزرس العام. هاد السؤال عن المغاربة كيبدا بكري، بحال زعما حنا موالفين اصلا ندوزو في اوروبا ولا في امريكان، وحنا 99% ديالنا كندوزو غير تحت المنطقة كنتفرجو اما فشي سهرة عيانة ولا كنعسو بكري وكنفيقو العام الجاي. اصلا البوناني في هاد البلاد السعيدة مديور لثلاثة الفئات، السياسيين والمسؤولين اللي لاباس عليهم، ومع ذلك ما غاديش نقدروا نذكروا بان السنه الميلاديه فاضلت علينا بقوه، لان كنستخدموها في تواريخ الازدياد وفي معاملاتنا اليوميه، وبها وبشهورها كنحسبوا راس الشهر اللي كنخلصوا فيه واللي كنخلصوا فيه الماء والضوء والويفي. وهذا الشيء بديناه من اول مره دخلنا فيه المدرسه وكتبوا لنا التاريخ في السبوره بالميلادي. كيديروا موافقه ولكن عقلوها على الميلادي. هنا غيجي الجينجل. راس العام عند بزاف ديال المغاربه ما يمكنش يدوز بلا حلوة لاكريم مكتوب فيها هابي نيو يير ولا بوناني، وفين ما تدوز على شي مخبزه تتلقى واحد الصف طويل ولا واحد الجوقه ديال الناس مجمعين تما بحال تقول غادي يطلبوا الفيزا ديال شنغن. وحتى اللي ما كيشدش الصف كيدير كيكه في الدار وكيصايب ليها لاكريم ديال مارغارين، المهم ما تزاكلوش وصافي. وكاينين من المغاربه اللي تيقول لك وخلاص علينا هاد النقاش ديال الاحتفال براس العام ولا لا متجاوز، انه راه العالم كله تيحتفل به، وزعما واخا هو ما كاينش في الدين ديالنا ولكن راه ولا بحال فن من فنون العيش، مود دو في. الله يخليك، هي بصح ما كذبوش. اجي نشوفوا عينه من هاد المود دو في كيفاش كتكون. هادشي ولا اشبه من ليله من الليالي ديال التطهير في فيلم الامريكي ذا بيرجي اللي عرفتوه. ولكن اذا كانوا المغاربه تيحتفلوا غير بنهايات سنه وبدايات اخرى، علاش كيجيبوا سابان؟ علاش كيشريوا السابان؟ وعلاش المحلات التجاريه كتفرض على اللي خدامين عندها يلبسوا لبسه ديال بابا نويل؟ اصلا فكره بابا نويل كيف ما مامنين بها الكور ما تصلحش عندنا في المغرب، حيت ما عندناش من يدخل لنا اصلا لديورنا. بابا نويل ما يجيش عندكم نتوما؟ عمرو ما جا، ما عندوش من يدخل بعدا من الباب. من الباب هذا واحد الكلب قبيح، حنا براسنا ما كندخلوش للدار. مور الدار كاين الدرك. انتوما ما كيجيش عندكم؟ ما عندناش شي ميني. ما يدخلش المسترجم؟ دايرين الكرياج. اجي بعدا واحد الدقيقه نتخيلوا هاد بابا نويل كيفاش غيكون في المغرب. عنده جوج طرقان، يا اما غيخرج الشمور. الامنيه ديالك بغيتي تحقق في السنه الجايه؟ باغي نلقى شي خدمه ان شاء الله، نحيد من هاد الهيئات ان شاء الله. اش غنقول لك اخويا؟ بابا نويل ما واكلاش عندنا في البلاد. ويا اما غيقلبها شعبي. هادشي اللي خدام عندنا في المغرب. وزايدون حنا ما عندنا ما نديرو اصلا بابا نوي، حيت حنا عندنا بابا عيشور، واخا هو قصته كئيبه شويه ماشي بحال صاحبو الكاوري، هو حتى كان نقتلوه وكيديه الواد وكندفنوه عاد كنحتفلوا به. على اي الناس اللي متفائلين بالسنه الجديده، السي جواهري تيقول لكم باللي راه 2018 غادي تعرف ارتفاع ديال نسبه البطاله والغلاء في الاسعار، و2019 غتكون كفيت منها باش تكونوا عارفين. ايوا شنو هي امنيتكم للسنه الجايه؟ تكون سعيده نيت ولا غتمنوا شي امنيه اخرى؟ كل سنه وحضرتك طيبه.
ايه طموحاتك في السنه الجديده؟ ان الايام تقوم. ايه الايام تقوم. انا معاها، انا معاها، عجبتني. طبعا صافي سالينا، وحق الله صافي سالينا، خاصهم يفهمونا، انا اللي بغاو، انا ما بغاوش بخاطرهم.